اتفضل. اهلا يا هلال. شريف يسري. كنت فاكر انك جاي تقابل مريم حقيقي، ما تقلقش هتقابلها، بس بعد ما تعرف الحقيقه اللي انت بتدور عليها، واول ما تعرف هخليك تقابلها وهتعيش معاها على طول. مش قبل ما اكشفك قدام الناس وارميك في السجن. ما ينفعش يا هلال، اللي زيي لا يمكن يقع، لان لو وقعت البلد كلها تقع. لا، البلد دي مش هتقع، ولو في ألف زيك في ملايين بيحبوها. انت ليه مش قادر تصدق ان كنتوا خلاص بقيتوا بره السلطه؟ انت فاهم غلط يا هلال، زي ناس كتير فاهمه غلط. احنا بقى ناس بره السلطه، احنا لسه موجودين وهنفضل موجودين. انت اكيد عارف بتكلم مين. عارف بكلم مين؟ حرام، سرقت فلوس الناس وجوعتهم، زي ما انا عارف انك انت قتلت مريم رياض. مريم كان لازم تموت، عرفت اكتر من اللي لازم تعرفه، مع اني اتصلت بيها وحاولت انقذها، بس طلعت غبيه رفضت. اهلا يا مريم. هاني، معالي الوزير بلغني ان سعادتك عايز تقابلني. ده صحيح حصل، انا عرفت ان الدكاتره هنا في مصر يشكوا ان احتمال يكون عندك مرض نادر، مش عارفين يشخصوه، ولازم تسافري بره علشان تتشخصي كويس وتعرفي هتتعالجي ازاي. انا قدمت طلب لوزير الصحه عشان اسافر اتعالج على نفقه الدوله، بس هو رفض. عرفت واتضايقت جدا، بس انا اجبرته انه يمضي قرار سفرك بره البلد، والقرار اهو. انا مش عارفه اشكر سعادتك ازاي. انت فنانه كبيره، ياما امتعت الجمهور المصري بأعمالك العظيمة، حقك إن البلد تقف جنبك، بس على بال ما نخلص لك إجراءات السفر أنا محتاجك في مهمة وطنية. تحت أمر سعادتك. في سياسي كبير هيزور بلدنا الأسبوع اللي جاي، أنا عاوزك تلازميه طول فترة إقامته في مصر. انت هي خدمة قصاد خدمة. السياسة كل شيء مباح. ده سياستكم انتم. اوعى تفتكر ان حكاية الشرف والمبادئ هتخيل علينا. احنا فينا حاجة غريبة جدا، لما بنشوف الفساد من بعيد نشاور عليه ونحاول نكشفه ونقضي عليه، لكن لما الفساد يبقى جوه بيوتنا بنعمل نفسنا مش شايفين. كانت فين مبادئك لما عرفت ان غاده بنتك متورطه في قضيه تجاره الاعضاء؟ انا اسف. على فكره انا اللي قلت لجمال يوصل لك الورق ده كله. غاده ندمت على اللي كانت بتعمله وتغيرت. المشكله فيكم انتم، عمركم ما هتتغيروا. على فكرة الجورنال اللي انت بتشتغل فيه بتاعنا، ورئيس مجلس الإدارة اللي مشي كان من رجالتنا، حتى شهاب حامد نفسه كان راجلنا. عشان كده كنتوا عايزينه يكسب في الانتخابات، يبقى لعبة في ايديكوا وتحركوا زي ما انتوا عايزين. بالظبط، بس اللي ما عملتش حسابه أبدا إن مذكرات مريم رياض تقع فيه. أنا تأكدت إن المذكرات معاك لما قريت مقالك عن قاتل مريم رياض. عشان كده حاولت تقتلني زي ما قتلت مريم. مريم هي اللي جامت على نفسها. أنا لما عرفت من بسيوني ولطفي الهلباوي إنها ناوية تنشر مذكراتها وجايبة فيها سيرتنا، بعت لها اللي ينصحها ويقول لها لأ بلاش، بس هي طلعت غبية وعنيدة، وبعد عمال تقول لي بتقتلها قتلتها. أنا مش فاضي الحاجات دي. أنا ما قتلش، أنا أمر وحازم ينفذ.
أعلن هلال بيه. بدأ الخطر يقرب مني لدرجة انهم اقتحموا شقتي وفتشوا فيها. كان من أكفأ ضباط الشرطة، بس أنا خليته يستقيل عشان يشتغل لحسابي. مفيش ضحية بتخرج من تحت إيديه إلا ونترحم عليها، هو كله بيتسجل قضاء وقدر. أو انتحار، ما تفرقش، المهم إن حازم شاطر. تلميذ غشيف باشا.